أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سياق الآيات ما زال سياق الآيات في تقبيح الله جل وعلا لأفعال اليهود ونبذهم كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم ومعاندتهم لله عز وجل وكفرهم بالله عز وجل ورسله. لذلك يوبخهم الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. ولما هنا لما حينية، يعني يقول أي حين جاءهم رسول من عند الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، مصدق لما معهم من التوراة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعث أوحي إليه القرآن الذي هو مصدق للكتب التي بين يديه، نعم، مصدقا لما معهم وهو التوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. والنبذ كما ذكرنا أمس هو الطرح والإلقاء بعيدا. وهؤلاء بدلا من أن يعرفوا نعمة الله عز وجل عليهم وأن يشكروا نعمة الله جل وعلا عليهم، نعم، كفروا بنعمة الله عز وجل، فنبذوا كتاب الله، طرحوا كتاب الله وراءهم خلف ظهورهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، بعضهم وهذا الأكثرية منهم، طرحوا كتاب الله جل وعلا خلف ظهورهم لم يتبعوه وكذبوا كتب الله جل وعلا. ومنها الكتاب الذي بأيديهم التوراة، إذ التوراة شاهدة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ونبذوا كذلك القرآن خلف ظهورهم ولم يؤمنوا به ولم يعظموا أمر الله ونهيه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
كأنهم لا يعلمون أن هذه الكتب التي كفروا بها وهذه الكتب التي كتموا ما فيها وهي التوراة فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم لا يعلمون أنها كتب الله، وهذا تسجيل من الله عز وجل عليهم بأنهم كانوا يعلمون ذلك، وأن مخالفتهم للتوراة ومخالفتهم للقرآن كانت عن عمد وقصد، لذا قال كأنهم لا يعلمون، كأنهم جهال بأن هذه كتب كتب الله جل وعلا، وكأنهم لا يعلمون أن التوراة شاهدة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو مثبوت بها بصفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم. وهذا تسجيل عليهم بأنهم فعلوا ذلك عن عمد وعن قصد، كفرا بالله جل وعلا وكفرا برسول الله جل وعلا. فشأن هؤلاء بدلا من أن يعظموا نعمة الله جل وعلا عليهم، إذ يعني من امتن الله عز وجل عليهم ببعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه بين أظهرهم كما قال الله جل وعلا مبينا منته على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد انظر هنا لام القسم وقد حلف تحقيق، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته ومنهم نعم، ويعيش بينهم ويستطيعون أن يتأسوا به، لم يكن ملكا من الملائكة وإنما رسول بشري، يستطيعون التفاهم معه وسؤاله وأن يقتدوا به وأن يقتفوا أثره نعم. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بالأوامر، وطاعة الله جل وعلا يزكي أنفسهم نعم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل بعثة النبي صلى الله وسلامه عليه لفي ضلال مبين. فانظر هذا المن على المؤمنين، قابله هؤلاء المجرمون بالكفر بنعمة الله، شأنهم كشأن غيرهم في ممن قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هم بدلوا نعمة الله كفرا، ولذلك كذلك قال الله جل وعلا في أهل مكة وضرب لهم مثلا في كتابه في الكفر بنعم الله، ومسألة الكفر بالنعم دي أمرها عند الله عز وجل عظيم، حين يهبك الله جل وعلا نعمة من نعمه فتستعين بنعم الله جل وعلا على معاصيه فهذا كفر بالنعمة، أو تنشغل بالنعمة عن واهب النعم كمن وهبه الله مالا أو جاها أو سلطانا أو قوة فيستطيل بقوته على عباد الله أو بجاهه أو بسلطانه، كل هؤلاء كفروا بنعمة الله عز وجل. ولذلك ضرب الله مثلا لهم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله من الذي حدث، يأتيها رزقها، القرية دي هي مكة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مع أنها وادي بين جبال محاصرة ليس لها منفذ أبدا، ومع ذلك يأتيها رزقها رغدا يعني بسهولة وعيش هنيء، هذا الرغد رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله من الذي حدث، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، منهم من أنفسهم يعرفون صدقه وأمانته ونسبه فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إذن مسألة الآية دي بترسم لك ظلالا أن النعم لابد من شكرها، وهذا هو قيد زيادة النعم، ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لماذا يسجل الله على اليهود هؤلاء؟ حتى يحذر المؤمنين من هذا المسلك، من مسلك كفران النعم. وشكر النعمة يكون بالاعتراف بالنعمة لله جل وعلا، والثناء على الله عز وجل بها، واستعمال النعم في مرضات الله عز وجل. إذن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب،
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمي والمحجبة. يعني هذه هي أدوات الشكر، اليد واللسان والقلب والضمير الذي يعني بينه الشاعر. إذن الآية هنا تحذر، كيف تحذر من مسلك كفران النعم. والنعم دي نحن كلنا نعيش في سابق نعم الله جل وعلا. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كلنا نعيش في سابق نعم الله، وكأن النعم رداء يعني سابغ عليك، يغطيك من راسك لساسك، من راسك لأخمص قدميك. هذه النعم لابد من شكرها. وأعظم نعمة في الوجود نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، اضرع إليه أن يثبتك على التوحيد وعلى الإيمان، إذ وهبك الله عز وجل حباك بالإيمان وأنت لم تقدم شيئا، وأنت ما زلت في صلب أبيك وفي رحم أمك. سبق إحسانه سبحانه وتعالى كل إحسان. وهؤلاء المجرمون كفروا بنعمة الله ونبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا. وتكلمنا في الماضي عن لماذا ينص الله جل وعلا فريق من الذين كتبوا كتاب الله وراء ظهورهم، يعني لأن الكتاب حين يكون وراء ظهورهم هذا دلالة على التجاهل وعلى الكفر بنعمة الله، إذ صار الكتاب خلف ظهره فلا يؤمن به يوما من الدهر، لأنه جعله خلف ظهره. وجعل الكتاب خلف ظهره فيه تعبير حقيقة في الإعراض عن يعني عن الله جل وعلا وعن كتبه، والكفر بالله جل وعلا وكتبه ورسله. طب حين فعلوا ذلك، حين نبذوا كتاب الله عز وجل، ما الذي حدث؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. لا إله إلا الله. فأعجب لهؤلاء الحمقى. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، وعندهم كتب الله الشاهدة بالحق والناطقة بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فأعجب لما أعرضوا عن هذه الكتب ما استبدلوا بها إيه؟ استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ذهبوا إلى الكفر بالله جل وعلا وإلى السحر، من اليمين، من أقصى اليمين لأقصى اليسار. فأعجب لهذا الأمر. كانوا في منع، حين لو عظموا كلام الله جل وعلا صاروا من المؤمنين، طبق عليهم اسم الإيمان ووسموا بسمة أهل الإيمان وكانوا من سعداء الدارين. فلما أعرضوا عن كتب الله جل وعلا كفروا بالله سبحانه وتعالى. فتعلم أن العبد كلما كان في معية الله جل وعلا وفي طاعته وفي القرب منه فهو في منع وفي حصن حصين وركن وقيم، وحين ينسلخ من طاعة الله جل وعلا هذا مآله. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والقصة دي شبيه بها جدا المثل الذي ضربه الله جل وعلا في سورة الأعراف. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف الرجل، هذا المثل اللي ضربه الله جل وعلا ده ضرب مثل ايه؟ ضرب مثل للحور بعد الكور وللارتداد بعد الإيمان وللإنكار بعد المعرفة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. رجل آتاه الله علما، حتى آتاه الله الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. والانسلاخ معناه نزع الجلد عن البهيمة. وإذا سلخ الجلد عن البهيمة فانظر الصعوبة والشدة في سلخ الجلد هذا. وإذا سلخ هذا نزع عن البهيمة فإنه لا يعود له يوم، فإن هذا الجلد لا يعود يوما منه. كذلك هذا الرجل لن يعود إلى العلم الذي سلق منه يوما من الدهر فانسلق منه. تعبير القرآن دقيق. ما الذي حدث؟ فانسلق منه فأتبعه الشيطان. الشيطان كان في منع
وكان في عز وكان في حصن حصين، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تلقفه الشيطان، خرج من الحصن، خرج من الملجأ، خرج من المكن الوكيل. ألم يقل لوط صلوات الله وسلامه عليه، ألم يقل لوط صلوات الله وسلامه عليه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد؟ ألم يقل؟ أجابه النبي صلوات الله وسلامه ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، قد كان يأوي إلى جناب الله عز وجل. فيرحم الله لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. فتعلم إن مش مجرد العلم يرتفع المرء، لا، العلم لا يراد لذاته، العلم يراد للعمل به، ولو شئنا لرفعناه بها بأن يعمل بهذا العلم وأنصاع له، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، خالف العلم الذي يحمله، كفر بنعمة الله بهذا العلم الذي وهبه الله إياه، ولكنه أخلد الأرض واتبعه. فمثله كمثل الكلب، لا إله إلا الله، ليس لنا مثل سوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الناس أو تطرق يا ناس. هذا الرجل صار في الدنيا كالكلب، لا تنقضي لا ينقضي نهمته، لا تنقضي نهمته من الدنيا أبدا، مثل كمثل الكلب، هو دائما يلهث مهما حصل من الدنيا، هو في هذه الدنيا يلهث كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فليكن هذا المثل دائما ببالك، ولتكن نعم الله عز وجل ماثلة أمام عينيك فتتذكرها دائما، وتذكر نعم طريق المرسلين، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. أثنى على الله عز وجل بنعمه واعترف له بها، وسأله أن يتم عليه نعمته في الآخرة كما أتمها عليه في الدنيا: توفني مسلما والحقني بالصالحين. إذن هؤلاء واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اليهود حين طرحوا التوراة التي بين أيديهم وكذبوها وكتموها وأعرضوا عن الوحي المنزل من السماء، تركوا كل ذلك فاتجهوا إلى السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين أي ما تخبر به الشياطين وما تعلمه الناس من السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طيب تتلو يعني تخبر وتعلم الشياطين، طب لماذا عدي هنا الفعل بعلى؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لماذا عدي الفعل بعلى؟ ما هو الاتباع لا يكون معناه على. أحسنت، الفعل هنا ضمن معنى آخر هو الكذب، واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تخبر الشياطين كذبا وتكذب على ملك سليمان. إذ الشياطين تبث في آذان أوليائها بأن سليمان كان ساحرا وكان يعلم الناس السحر كذبا وزورا وبهتانا، لذلك عدي الفعل هنا بعلى. يبقى تتلو الشياطين على ملك سليمان أي تخبر وتكذب على ملك سليمان بأنه كان يعلم الناس السحر. واليهود سطروا هذا في كتبهم، في كتب اليهود، بأن سليمان كان ساحرا وكان يعمل بالسحر وكان يبني المعابد للسحر وكفر بالله، فكذبهم الله جل وعلا في القرآن: وما كفر سليمان بالسحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لا يمكن، ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون،
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الكلام ده فيه رد أيضا على النصارى الذين ادعوا أن المسيح دعاهم إلى عبوديته وإلى وأنه إله وأنه ابن إله فكذبهم الله جل وعلا بذلك. أنا لا يكون أبدا في رسل الله من يدعو الناس إلى عبادته. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لا يمكن. ومن يستنكف عن عبادته يستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن الكلام هنا وما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يبقى العلى هنا لماذا؟ لأنه ضمن الفعل تتلو يعني تعلم وتخبر الشياطين وتكذب على سليمان. نعم. وما كفر سليمان تكذيب لليهود مما يكذبون به على سليمان. وما كفر سليمان بتعليم الناس السحر ولكن الشياطين. طب احنا عرفنا منين وما كفر سليمان ولكن الشياطين؟ لان الله قال ايه؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى سبب كفر الشياطين ماذا؟ تعليم السحر. ومن هنا استدل فريق من اهل العلم على ان الساحر كافر حتى ولو لم يكن في سحره ما يكفر. طالما انه ساحر فالله جل وعلا يقول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اذا كفروا يساوي يعلمون الناس السحر. ولذلك ذهب جمهور العلماء الى قتل الساحر وإلى أنه مرتد. والآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتل الساحر عند البخاري في صحيحه كتب عمر رضي الله تعالى عنه من حيث جندب بن عبد الله البجلي قال كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلوا 3 سواحر. وعند جماهير أهل العلم أن الساحر يقتل. هل يقتل حدا أم يقتل يعني ردة؟ خلافهم بين أهل العلم. والجمهور يرى ومن أهل العلم من يرى أنه يكفر بمجرد السحر. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فيفرق بين السحر الذي يستعين فيه بالشياطين ويتوجه إليهم بالعبادة وبين السحر الذي هو التخييل وغيره الذي ليس فيه استعانة بغير الله وليس فيه استعانة بالشياطين ولا كفر بشيء من آيات الله. فأما السحر الذي به استعانة بالشياطين وتقرب إليهم فعند العلماء قاطبة هذا السحر كافر. لكن عند الشافعي وأما السحر الذي ليس فيه استعانة بالشياطين فالشافعي لا يرى كفر هذا ولكن يرى قتله أيضا دفعا لشره. يرى قتله إن قتل بسحره حتى ولو لم يستعن بالشياطين. إن أدى هذا السحر إلى القتل فالشافعي يرى قتله. جمهور العلماء لا يشترطون القتل مجرد أنه يعمل بالسحر يقتل. إذن أمر السحر أمر جلل وأمر عظيم. ولذلك قال الله جل وعلا في طه ولا يفلح الساحر حيث أتى. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولذلك تعلم السحر وتعليمه ايه؟ كفر. اذا علمت هذا فاعجب من الرازي في تفسيره تفسير الفخر الرازي اللي هي مفاتح الغيب فاعجب منه هو يقول وتعلم السحر ليس به شيء لأنه علم من العلوم وتعلم العلوم جميعا ممدوح. هذا قول باطل. لذلك تعقبه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول كيف يكون هذا تعلم السحر هذا محمود؟ والله جل وعلا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ده تعلم السحر وتعليمه كفر بالله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا كفر الشياطين بذلك. ولماذا السحر بهذه الدرجة من الخطورة؟ وذكرنا بأن من العلماء من يرى كفر الساحر وأنه ومنهم والشافعي يرى بأنه لا يكفر إلا إذا تقرب بسحره إلى الشياطين. لكن لو تقرب بسحره إلى الشياطين هو السحر ده بعبارة عن إيه؟ هيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في ذلك. لكن شدد هذا الكلام في الساحر وأنه كفر لضرر السحر البالغ بالمؤمنين لأنه كما سيأتي فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقد يقتل السحر
وقد يمنع الرجل من أهله، وقد يسبب طلاقا وفسادا عظيما. فلأجل هذا الفساد كله جاء منهج الصحابة بقتل الساحر، قتل السواحر، قتل كل ساحر وساحرة. وكان عند حفصة بنت عمر جارية سحرتها فأمرت بقتلها فقتلت دفعا لضرر الساحر. والساحر لا يستطيع أن يفعل أي شيء بالسحر إلا بالاستعانة بالشياطين. الشيطان هو الذي يساعد الساحر في إضرار المسؤول، ومع ذلك سيأتي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني حتى لو كان معه الشياطين لن يصلوا إليه بضرر إلا إذا قدر الله جل وعلا الضرر. وطبعا الشيطان مش هيعطي هذا مجانا، لا، الشيطان لا يساعد الساحر إلا إذا كفر الساحر بالله جل وعلا. ولذلك هؤلاء السحرة المجرمون منهم من يرمي القرآن في الحد، في أعزكم الله، في لا حول ولا قوة إلا بالله، في يعني في المواحيد، ومنهم من يضع يتبول على القرآن والعياذ بالله، كافر بالله. منهم من يسب الله جل وعلا تقربا للشياطين. الشياطين لا تساعده إلا إذا كفر بالله. ولذلك قال الله جل وعلا: ولكن وما كفر سليمان، ولكن الشياطين، أي وما كفر سليمان بتعليم الناس السحر تكذيبا لليهود، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا من استمتاع الجن بالإنس. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، استمتع الجن بعبادة الإنس له، واستمتع الإنس بمساعدة الجن له في السحر والكفر بالله جل وعلا وإضرار المسلمين. هذا نوع من الاستمتاع. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، بسبب هذا الاستمتاع. إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذا علمنا حكم السحر وعلمنا السحر، طيب، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وفي هذه الجملة من كلام الله عز وجل حدث اختلاف كبير بين أهل العلم. ما المقصود وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وامتلأت كتب التفسير بالإسرائيليات، ومعنى الإسرائيليات الأخبار المأخوذة عن اليهود دون أن يكون لها سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأخبار الإسرائيليات منهم من يقول بأن هاروت وماروت كان ملكين، وأنهما يعني تعجب من معصية بني آدم فابتلاهم الله جل وعلا فأنزلهما إلى الأرض فعرضت لهما امرأة ففتن بهذه المرأة. وكل هذه الأخبار مروية عن كعب الأحبار وكلها من الإسرائيليات وليس لها سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أجمل لنا هذه القصة والتفصيل في مثل ذلك. إذا لم يكن له سند صحيح إلى النبي صلى الله وسلامه عليه فرواية مثل هذا من العبث، وهذا من الدخيل على التفسير. وكم شحنت كتب التفسير بمثل هذه الإسرائيليات التي لا طائل من ورائها، قصة مجملة. ومنهم ومن أهل العلم من يقول هنا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني لم ينزل السحر على، فيعتبر ما هنا إيه؟ ما نفيه، يعني لم ينزل السحر على الملكين. طب الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. والطبع رحمه الله تعالى يقول وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بتعليم الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، معنى أنزل ليس يعني حين يذكر الإنزال لا
ينطبع بذهنك هو النزول حقيقة النزول من علو إلى سفل، لكن لا ينطبع بذهنك أن كل إنزال يكون من السماء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزله من السماء؟ لا، أنزله من رؤوس الجبال. نعم، كذلك ثمانية أزواج كما وكما أنزل الله جل وعلا الأنعام من بطونها. نعم، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. أنزلها منين؟ أنزلها من بطون أمهاته، وأنزل لكم من الأنعام. ولذلك إنزال القرآن الإنزال الوحيد الذي ربطه الله جل وعلا به هو إنزال القرآن. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فالإنزال هنا الإنزال الوحيد الذي نسب لله جل وعلا هو إيه؟ إنزال القرآن. لماذا؟ لأنه كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وتمت كلمة ربك صدقا عدلا. إذن وما أنزل على الملكين مش معناه أنه أنزل السحر من السماء، لأن لا يرتبط بالسماء بالله جل وعلا إلا إيه؟ إلا نزول القرآن. إذن الطبري رحمه الله تعالى نصر القول بأن الملكين، طيب هنا في إشكالية. ما هي الإشكالية؟ كيف الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ كيف يقول الله وما أنزل على الملكين بابل دي اللي هي في أين؟ في العراق. نعم، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بدل من إيه؟ من الملكين. فالطبري بيقول ما هنا موصولة، يبقى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين هو من السحر. أنزل يعني إيه؟ يعني جاءوا به مش من السماء، لا، لكن عندهم علم به. طب كيف والملائكة من طبيعتها أنها لا تحسن تعصي الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يعصون الله ما أمر، والسحر ده كفر؟ فأجاب الطبري رحمه الله تعالى قال الملكان في فعل ذلك هما مطيعان لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا جعلهما امتحان الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، جعلهم الله عز وجل امتحانا واختبارا للناس. ففعل الملائكة، ولذلك الملائكة شوفها تقول الآن وما يعلمان من أحد، الضمير دي يعود على من؟ وما يعلمان ألف إيه؟ ألف التثنية، يعود على من؟ على الملكين. إذن المسألة هنا إن الذي يقول هنا وما أنزل على الملكين الله وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، وهذا المعنى أيضا صحيح، يعني دلالة على أن السحر لم ينزل على الملكين، وإنما هما كانوا يعرفان، أو والذي أنزل على الملكين ما أيضا ما موصول. على كل القولين فالملائكة كانت تعلم الناس ذلك، وما يعلمان من أحد يعلموا إيه؟ السحر. حتى وما يعلمان من أحد حتى يقول، يعني لا يمكن أن يأتيهم رجل أو امرأة يطلب منهم أن يعلموه السحر إلا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إنما نحن فتنة يعني ابتلاء واختبار للناس يحذرونهم فلا تكفر بتعلم السحر، لأن الملائكة تعلم الخير والشر فلا تكفر. هذا دليل أيضا على أن تعلم السحر إيه؟ حتى ولو لم يقتل به، وحتى ولو لم يعمل بتعلم السحر كفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن أصر على ذلك إن
مش هم اللي يعني قال مجاهد والحسن البصري رحمه الله تعالى فإن أصروا على هذا أرشدوه إلى مكان يتعلم منه السحر والشيطان هناك هو الذي يعلم الناس السحر. ولذلك هذا توجيه أيضا لمن نفيه من نفيه أيضا توجيه صحيح. فإن أصروا على التعلم أرشدوه ولذلك نسب التعليم إليهما فيتعلمون منهما لأن هما هم اللي إيه؟ مش هم اللي هيعلموه لأنه لا يمكن أبدا يفعل لكن هم يقولون اذهب إلى مكان كذا فتجد فالشيطان في هذا المكان يعلم الناس إيه؟ السحر. وعلى كل حال فالمسألة قريبة هما مطيعان لله جل وعلا في مثل هذا لأن يكون هذا تخص استثناء لهذين الملكين ولهذه القصة من عموم الملائكة. والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فأراد الله جل وعلا أن يكون الملكان هاروت وماروت فتنة اختبار وامتحان للناس. ولذلك وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة أي ابتلاء واختبار فلا تكفر بتعلم السحر فإن أصروا على ذلك فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذه خطورة السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كيف يفرق الساحر بين المرء وزوجه؟ بالنفس في العقد. ولذلك الله جل أمر بالاستعاذة بإيه؟ ومن شر النفاثات جمع نفاثة في العقد لأن الساحر أو الساحرة خبيثة وريقه خبيث فحين ينفث في العقد بهذا الكفر الذي يحمله فهذا السبب من أسباب الضرر قد يخلق الله جل وعلا الضرر حينئذ وقد لا يخلقه بخلاف ريح المؤمن المسلم كان ينفث في يدي ولا لا ينفث بالمعوذات قل والله أحد يمسح جسد أن النفس نفس بالتوحيد نفس بالتوحيد فيتعلمون منه ما يفرقه كيف يفرقون ما زوجه يبغض المرأة لزوجها يخيل للرجل صورة للمرأة صورة شنيعة لا يستطيع أن يقترب من زوجته أو يخيل للمرأة زوجها يخيله لها بصورة قبيحة فلا تستطيع أن تقترب منه أو يترتب على ذلك البغضة والنفور الشديد. والله العظيم كم هدمت بيوت مثل هذا السحر وفي يوم وليلة بعد أن كان متحبين يسيران أحداً لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن انتبه وهل معنى هذا أن السحر يغير حقيقة الأشياء ولا السحر كما قال الله جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وكما سحر النبي صلوات الله وسلامه عليه وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. إذن الصحيح إن السحر بأن السحر لا يغير حقائق الأشياء أبدا. ولذلك حين جاء فرعون بالسحرة فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. حين رأوا العصا انقلبت الحية هم يعلمون السحر. السحر لا يغير حقائق الأشياء يخيل. نعم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. ليه؟ لأن العصا حية لا يغير حقائق الأشياء إلا رب العالمين. أذعن السحرة وتهددهم فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما أي ساحرا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إذن فهمنا القصة
إذن السحر فقط تخييل يخيل إليه من سحره. نعم بالضبط. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كم وقت كم وقت الكاميرا اه صحيح. نعم يبقى هو يبقى السحر فقط فين؟ في العين. وسحروا أعين الناس. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ومع كل انت سمعته عن السحر وعن خبثهم ها وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. انتبه ان مهما اوتي الساحر ومهما كان معه من الشياطين لن يخلصوا الى الضرر المسحور الا اذا قدر الله الضرر. فالامر ليس بيد السحره ولا بيد الشياطين. فعل السحره ومساعده الشياطين سبب وقد يخلق الله الضرر عند هذا السبب وقد لا يخلقه. يبقى التصرف ليس للشياطين ولا للسحره. الفعل لله جل وعلا. والسحر سبب كما ان العين سبب. العين حق قد يخلق الله جل وعلا الضرر عند نظره عائن. نعم لما واحد كده قال لواحد شاف شيء بعيد كده قال له انت شايف المسافه دي كلها؟ الرجل اعمى يعني يا اصيب بالعمى. خبر ابيض انت بتشوف انت شايف انت وصل عينك لحد المكان ده. يعني اعوذ بالله مساله عظيمه مساله. انت عارف لو قال اللهم بارك انت وصل عيني خلاص هي كلمه. فهل باركت دي كما راى احد الصحابه رجلا ها يغتسل ها سهل رضي الله عنه وكان ابيض اللحم ولحمه كده فليط سهل فكان لا فاتصل لحمه ابيض وشيء يعني جميل. فراه رجل قال ما رايت مثل هذا فليط قط يعني لحم ابيض. فبرك الرجل والله لم يقم منها. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل برك خلاص ما امشي لم يقم منها. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال علام يقتل احدكم اخاه هلا باركت يا اخي قل له قل اللهم بارك. وهذا ادب يجب ان تتعلمه حتى مع ولدك ومع الناس. برك على شيء اتعلم تعلموا الادب ده لان عدم تعلم الادب ده مشكله كبيره جدا. تقول الراجل ده بيتكلم ازاي ما اعرفش اتكلم بعد كده خلاص خلاص انت الامر لازم هنغتيك بقى وتتوضا بماء وتمج الماء في الاناء وتغسل يدك ووجهك وداخله ازاره في الماء وياتي بهذا الماء على الرجل من خلف ظهره. هو ده اللي عمل هذا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. وصب الرجل على الرجل من ظهره فقام الحمد لله وليس به باس. مشكله كبيره جدا. تيجي تقول لي بقى العائن تقول له تعالى اديني وضوء لك اتقي الله يا عم الله يسامحك اعطيه ماء. الراجل هيموت من نظره العين دي. ولذلك العائن مشكلة. العين حق ولكن شيء سابق قدر سبقته العين. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتعلم السحر ده كله ضرر. ضرر في الدين والدنيا. ضرر في الدين أنه يجعل صاحبه كافرا. وفي الدنيا بشؤم الكفر ده وشؤم المعصية. والظلم الذي يوقعه على المسلمين. ولذلك ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولذلك قال الله في السحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هو لماذا لم يقل الله جل وعلا ولا ينجح الساحر؟ ايه الفرق بين الفلاح والنجاح؟ بالمناسبه بكره غدا فكروا فيها وغدا ان شاء الله اخبركم بيه. اللي هيجيب على هذا السؤال غدا ان شاء الله هنعطيها دي يا شيخ سيد يوم السبت. لا ندعو له خلاص والله ده يا شيخ ده ابرك خلاص ندعو له. نعم بس اهم حاجه تبارك عليه اللي هيقول يا تبارك عليه الاحسن الرجل الله المستعان. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. اللام هنا لام القسم وقد حذف تحقيق. ولقد علموا لمن اشتراه علمت اليهود ولقد علمت اليهود من التوراه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له. مين اللي علم هنا؟ ما هو الكلام كله على من؟ على اليهود في اتباعهم الشياطين والسحر الذي كانوا يخبرون به عن سليمان كذبا. ولقد علموا اي من لم قسم
علموا من التوراة ما له في الأخيرة من خلاق، يعني يعني كافة كما قال جل وعلا ولا يفلح ولا الخلاق بمعنى النصيب ليس، ومعنى الحظ ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة، يبقى يكون فيكون ماذا؟ فيكون كافرا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وشراء دفع فيه ايه؟ والشراء ده في دفع ولا لا؟ واحد بيشتري حاجة مجانا؟ لا، هيدفع فيه الإيمان، هيخرج منه الإيمان في مقابل السحر فيصبح كافرا والعياذ بالله. لمن اشتراه في دفع، في ثمن مبذول للسحر ده، بذل الإيمان، استبدل الذي يؤذن بالذي هو خير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. يبيعون الآخرة بالدنيا، استبدلوا الدنيا بإيه؟ استبدلوا الدنيا بالآخرة، صح ولا لا؟ صحيح. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لو كان عندكم علم، هذه أسوأ صفقة في التاريخ والله. نعم، أسوأ صفقة في التاريخ. نعم، أن تستبدل الكفر بالإيمان. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا. يا حظ لهم على التوبة، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله الثواب. لو أنهم آمنوا واتقوا وتركوا السحر واتبعوا كتب الله جل وعلا المنزلة التي نبذوها وراء ظهورهم، والتوجيه ده لهذه الأمة في الاعتناء بكتب الله والاعتناء بأمر الله ونهيه. ولا يكونوا كاليهود نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة ثواب الذي ينتظرهم عند الله جل وعلا. لمثوبة من عند الله خير. خير من ماذا؟ خير أخير، خير أصل خير، وشر أخير وأشر، أخير من كل شيء، خير من الدنيا وما عليه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لو علموا ما في الآخرة من النعيم الصمدي الأبدي للمؤمن لبان لهم يعني خسارتهم العظيمة، ولبان لهم صفقتهم الفاسدة والكاسدة. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لما فعلوا ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.